في المصري اليوم، الرئيس: تغييرات جديدة في قيادات الدولة قريبا. يبدو أن هناك مفاجآت، وأكد الرئيس محمد مرسي أن هناك تغييرات أخرى قريبة بين قيادات الدولة بعد التغييرات التي تمت منذ أيام، بما يحقق مصلحة الوطن. يا ترى هيكون هذه التغييرات متوقع أنها تكون على مستوى التغييرات التي حدثت حين تم إقالة أو يعني تحويل أو إحالة المشير إلى التقاعد؟ هل على هذا المستوى هنشوف تغييرات؟ لأنها كانت مفاجأة من الرئيس مرسي. خبر أيضا في المصري اليوم بيقول: ألتراس الأهلي يحطم اتحاد الكرة احتجاجا على عودة الدوري. احنا برضو عايزين نعرف يعني رأيكم في الحكاية دي. الألتراس دلوقتي لجأ إلى العنف، ملثمون اقتحموا المبنى وقذفوه بالشماريخ وهم يرددون ينجيب حقهم ينموت زيهم. ألتراس الأهلي مصممين أن ما يبقاش فيه مباريات كرة حتى يتم القصاص من قاتلي شهداء بورسعيد. الرئيس في خطابه يحذر بشار: وجودك لن يدوم طويلا. ده في المصري اليوم، حطوا الجورنال على الشاشة يا شباب. يحذر بشار: وجودك لن يدوم طويلا. و مرسي يمنح الطلاب السوريين نفس حقوق المصريين. في خبر أيضا من المجلس الأعلى للصحافة: بكار ينسحب من المجلس الأعلى للصحافة والجبالي يقاضي الشورى. الأستاذ نادر بكار يعني انسحب من ترشيحه أن يكون عضو في المجلس الأعلى للصحافة، والأستاذ حمدي أنديل وإعلاميين كثيرين قاموا بتحية الأخ نادر بكار علشان هو انسحب وقال أنا يصلح لهذا المكان أناس على خبرة وعلم أكتر مني، وإن أنا لسه في يعني بصراحة يعني بنشكرك وبنحترمك وبنحترم يعني هذا الموقف الذي لم يتكالب فيه على منصب. نعم. دقيقة واحدة يا فندم. نقول بقى اليوم السابع: الإطاحة 1720 قيادة في أكبر حركة تطهير بالمحليات. يعني هنشوف، احنا شفنا المحافظين، دلوقتي هيبقى في المحليات 1720 قيادة في أكبر حركة تطهير بالمحليات. مصادر بتقول: حركة المحافظين مقدمة لتقوية نفوذ الإخوان قبل الانتخابات البرلمانية والمحلية. رئيس مرسي في برضو المانشيت بيقول: مصر دولة مدنية. اسمع يا دكتور، مصر دولة مدنية ليست عسكرية ولا دينية. نقول له كده ينصر دينك. الرئيس لبشار الأسد: وجودك لن يدوم طويلا، نعامل الطلاب السوريين كالمصريين. واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين سوريين أمام الجامعة. وكبار العلماء تؤيد احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم. في أول اجتماع لها غاب عنه القرضاوي، والهيئة تؤكد بقاء المادة الثانية. يعني هنتوقف قدام الأخبار دي ونحاول خطاب الرئيس، نبتدي بخطاب الرئيس. يعني أولا خطاب الرئيس هو أول خطاب للرئيس مرسي أمام محفل عربي كبير في الجامعة العربية. انضم إلينا أنا أسفة جدا انضم إلينا الأستاذ محمد، الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة مصر. أهلا وسهلا. ويعني احنا بقالنا كتير ما شفناكش، وهنلقي نظرة على دور الأحزاب الجديدة في المشهد السياسي. اتفضل يا سيدي. نعم. هذا أول خطاب، أول إطلالة للرئيس مرسي على العالم العربي أو من على منصة الجامعة العربية. الحقيقة الخطاب يعني عند قراءته بإتقان هو أقرب إلى أن يكون خطاب نوايا في السياسة الخارجية، بمعنى أنه يتحدث عن مبادئ شديدة العمومية دون أن تصحبها سياسات واضحة. أدي أمثلة كتير. تكلم عن القضية الفلسطينية باعتبارها أن حلها يؤدي إلى النهضة، وأنها قضية العرب المركزية. العبارة الأخيرة من مؤثرات الجماعة العربية في 60 سنة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ولم يقول أنها حل القضية يفتح المجال للنهضة. فهذه يعني من مأثورات الحقيقة، من الأقوال الرئيسية لحزب البعث في نهاية الأربعينات وأول الخمسينات. نفتكر يعني أن التيار البعثي في ذلك الوقت كان مؤثرا جدا في المشرق العربي، بمعنى أن عند
يعني تحرير فلسطين او استعادتها يفتح الباب لوحده الامه ونهضتها، فدي موجود. يعني اقصد الخطاب على هذا شديد العموميه من هذه الزاويه في افريقيا، وانها هامه، وانها جزء، وان مصر جزء من افريقيا، وان العهد التنقل لافريقيا انتهى، لكنه لا يقدم سياسه خارجيه مختلفه عما اعتدناه، هكذا في كل القضايا. وبعدين الحقيقه في القضيه الكبرى المطروحه اليوم سوريا، انا ليا يعني أكثر من ملحوظة، الخطاب أقل حدة مما قد ألقي في طهران. رقم اثنين، المبادرة التي قدمها أو التي محسوبة عليه، وأنه مصر وإيران وتركيا والسعودية يعني تكون جهة للوصول إلى حل يوقف نزيف الدم وينهي النظام بطرق يعني أقل عنفا، هذه المبادرة يبدو أنه ما عندوش أفكار واضحة فيها، بدليل هو ماشي قال أوصيكم سوريا ثم سوريا وما تتفقون عليه. يعني هذا جملة أضافها خارج خطابه، ولا أظن أن مستشاريه قد نصحوه بها. أنا أظن أنه مضر جدا. أنت المفروض أنك قد ذهبت للجمال العربية لأنك تريد أن تلعب دور قيادي أو تستعيد شيء من الدور قدر مصر، وأن لديك مبادرة، فلما أنت بتقول تروح تفقوا على حاجة، أنا أظن بيسحب عمليا دون أن يدري أو دون أن يقصد، ودي خبرة يعني يفتقدها دبلوماسيا، قيمة الزخم الذي يمكن أن يحدث مستقبلا إذا ما كانت هناك مبادرة مصرية. فأنا باختصار أمام خطاب نوايا بعضه جيد الحقيقة في خطاب الرئيس مرسي اليوم في جمال العربية، لكنه يفتقد إلى رؤية جديدة في السياسة الخارجية أو ليؤسس لسياسة خارجية قوية. إيه المشكلة الكبرى؟ لما الرئيس مرسي يقول أن مصر استعادت دور التاريخ، لا ما حصلش. لما يقول أنها تريد أو تعمل سوف تعمل على استعادة دورها الإقليمي، ده كلام يتاخد بجدية أكتر، لأن أحيانا في تصورات واضح. عشان تستعيد مصر دورها الإقليمي لازم يبقى عندها وضع داخلي مستقر. مش عاوزين المشاحنات اللي احنا شفناها، مش عاوزين تراجع في الوضع الداخلي، عاوزين عدالة اجتماعية. إذا أنت عندك مجتمع صحي إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، أنت في الحالة دي يمكن أن تلعبي دور إقليمي أكبر وتسعيدي حجمك في المنطقة. لكن لو احنا هنقعد بمنطق نقول مصر أغنى دولة في العالم، هايل، وبعدين أمد إيدي عاوز 4.8 مليار جنيه من الصندوق، رغم ان الحكومات السابقه الجزور وما قبله يعني بعد الثوره رفضوا. طب ما الذي استدعى؟ ما هي الحقيقه؟ ما هي حقيقه الوضع الاقتصادي؟ ايه اللي مخليك مش عاوز تاخد قرار بتحديد الحد الاقصى والحد الادنى للاجور؟ وفي قانون، في قانون انا ما اعرفش بتنفذ ليه، في قانون بالحد الاقصى والحد الادنى، وفي قانون، انا بتكلم على قانون غير حكم القضاء الاداري يعني صدر ولم ينفذ من ايام المجلس العسكري. ايه الاسباب؟ يعني عدم مصالحه الشعب بحقائق الوضع الاقليمي وحقائق الوضع الداخلي والارتباك، وعن يعني نتكلم عن الدستور. وبعدين الاخطر في ذلك كله، اللي في الاربع احداث الكبيره امبارح كان عندي المحافظين 10 تغيير، وعندي المجلس الاعلى للصحافه والمجلس القومي لحقوق الانسان، وتغييرات رؤساء مجلس ادارات الصحف القوميه. في الاربع حالات انا امام عمليه استنساخ للنظام السابق واستخدام القوانين الفاسده التي كانت تعطيه السلطه مطلقه. لو في حد عاوز يقول لي ان في مشروعيه قانونيه، اقول له اه مظبوط. لما بيقولوا يعني في مجلس الشورى هذا الكلام، يعني ده طبق للقانون، صح ليك حق، هذا طبق للقانون. لكن هتقول لي المشروعيه السياسيه، لا توجد مشروعيه سياسيه، بمعنى انك قد استخدمت قوانين ديكتاتورية الحقيقة، أو تفرض هيمنة الحزب الحاكم أيا كان اسمه، الوطني، حرية، العدالة، حزب تاني تطلع بكرة أو بعد مرحلة نفس الكلام، اللي هي فكرة التكويش على السلطة، فكرة الهيمنة عليها، فكرة تخفيض الكفاءة وطرح الأنصار الإمساك، إنك أنت عاوز تخش الانتخابات فعاوز تضمنها بطريقة حزب الوطني. الأمن معانا، معرفش ايه معانا، والمحليات معانا، والمحافظين معانا، يعني انا بعيد استنساخ حزب وطني جديد. فلما اجي افكر وابص حتى على المشهد، ما حدش يقول لي في كفاءه. لما بتكلم على المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس السابق اكثر كفاءه، المجلس ده فيه اثنين فقط، فيه اثنين فقط حقوقيين، استاذ زارع والاستاذ احمد سيف استاذ محمد، بينما الاخرين انا قدام هو ومحصصه سياسيه. وانا بقول
ان تعبير حقوق الانسان والدكتور الجاد موجود هو تعبير بالضبط في وثائق دوليه وواضح ومصاغ، بينما بوصف دايما الديمقراطيه زي مفهوم السعاده الزوجيه، كل واحد عارفها زي ما عاوز وفي اختلاف، لكن في حقوق الانسان انا عندي مواثيق ومنضبطه وفي جانب فيها جانب مهني او حرفي في صياغه التقارير فلو بعض الاسماء الكريمه مش هنقول اسامي لان انا شايف الاكبر، بس بعض الاسماء الكريمه والوجوه السبحه في المجلس القومي لحقوق الانسان لو واحد فيهم طلع وقال الكلام الذي اعتدناه تبقى مضحكه قدام العالم، لان قد ينسب الى المجلس القومي لحقوق الانسان انا عضو، فيبقى قدام المنظمات الحقوقيه قدام العالم وفي الامم المتحده والمنظمات الدوليه حد سمح يطلع يقول التعبيرات اللي احنا اعتدناها فينسب الى فتتحول المجلس حقوق الانسان، ما كان جد من الناحيه الاحترافيه ومستوى الاداء قد يتحول، انا بحذر. طيب انا مكان مسموح لاي حد فيهم من اللي دخله بالذات أن يتحدث على عواهنه في مسائل الحريات العامة وحقوق الإنسان المواطنين وحقوق الإنسان ورماطنا ما كان مسموحا له لم يعد مسموحا له الآن بعد أصبح، لأن الحقيقة إذا أي فلت الكلام اللي احنا بنسمعه في القضايا الرئيسية المواطنة وحقوق الإنسان بنتكلم في حاجات محددة، إذا اتكلم بالطريقة دي فسوف يتحول المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مضحكة أمام العالم، أفضل له وأفضل للبلد وأفضل للإخوان وأفضل للرئاسة أن يتفضل ويعتذر عن هذه مهمة لها طبيعة خاصة. فالقضية الرئيسية ملخصة عشان هنرجع في التفاصيل تاني، القضية الرئيسية أننا نتبع ذات آليات النظام القديم في إعادة تسكين داخل الدولة، بينما بعد الثورة كنا نتمنى ولا زلنا نتمنى وسوف نعمل يعني جميعا أو ندعو على الأقل دي طاقتنا إلى بنين جديدة وبنية دستورية وقانونية مختلفة. طيب إذا كان دكتور أبو حامد اسمح لي سعادة الدكتور، إذا كان مجلس الشورى نفسه فيه طعن عليه ونحن في انتظار الحكم في هذا الطعن، ماذا يحدث يعني لو تم قبول هذا الطعن وتم حل مجلس الشورى؟ هيحصل ايه في الهيئات اللي اتكونت دي؟ هتستمر؟ لذلك يعني انا كنت اتساءل لماذا هذا التعجل الشديد في انه عشان تستمر اربع مؤسسات يعني قويه في وقت واحد بتتغير وفيها نسبه كبيره من يعني الأخوانة او يعني يكون فيها عناصر من حزب الحريه والعداله بنسبه كبيره. طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو انا متهيألي ان احنا بنتكلم من زاويه مختلفة تماما عن الزاوية اللي بيتحرك بيها الرئيس المنتخب والحزب الحاكم الحالي الحرية والعدالة. احنا بنتكلم من منطلق ان في ثورة قامت وفي شهداء وفي ثورة كان ليها مطالب جزء كبير منها مرتبط بفلسفة وآليات الحكم في الثلاثين سنة اللي فاتوا اللي كان فيها فكرة الحزب الواحد المهيمن على كل السلطات اللي بيقدر يمرر قراراته وبيقدر يكسب كل الانتخابات لأن هو المسيطر والمهيمن وما شابه. والمفروض أن كان من أهم مطالب ثورة 25 يناير أن احنا بنرفض الأحادية وبنطالب بتعددية وبنرفض فكرة الرئيس الأقرب للرئيس الإله المتحكم اللي جامع في إيديه كل السلطات اللي بيتحرك من غير أي شكل من أشكال المراجعة والمتابعة وما شابه يعني. لما احنا نكون بنتحرك من المنطلق ده معناه أن احنا كنا متوقعين أنه النظام ولما هيجي الرئيس هيغير قوانين وهيغير آليات وهتبقى في فلسفة مختلفة في إدارة البلاد أساسها مطالب ثورة 25 يناير، ده اللي احنا بنتكلم من خلاله وده تفكيرنا. من الناحية الثانية الحرية والعدالة والرئيس المنتخب والجماعات الدينية عموما بيروا أنه ربنا نصرهم وأنه الثورة بالنسبة لهم كانت أنه مش هم اللي بياخدوا المزايا دي، يعني في الآخر الرئيس محمد مرسي لأنه كان موجود في المعارضة وكنا بنسمع آراءه كان بيعيب على الرئيس السابق أنه جمع ما بين إيديه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في فترة أجازة البرلمان. النهاردة الرئيس المنتخب ما بين إيديه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لفترة لن تقل عن 6 شهور أو أكتر بحسب الدستور ووضعه إمتى هنوصل لدستور. كان بيعيب على الرئيس المنتخب أنه هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنه هو عنده كافة النياشين والأوسيات
سمة وما شابه، لكن بمجرد ما الرئيس بقى اسمه هو الرئيس المنتخب لقيناه أول قرارات أخذها كلها بتصب في فكرة أن كل السلطات اللي كان بيتمتع بيها الرئيس السابق حسني مبارك أن هو ياخدها ويبقى هو المتمتع بيها ولا يجد غضاضة في ده. فالحاصل أنه أداء الحرية والعدالة وأداء الرئيس المنتخب بيدينا إيحاء أن هم صاروا عشان المزايا التي كان يتمتع بها النظام السابق ما كانوش هم اللي بياخدوها، فلما انتقلت السلطة ليهم ابتدت العيوب اللي كانت موجودة في النظام السابق تبقى بالنسبة لهم مستساغة. لما رحنا البرلمان كان بيشاركنا الدكتور الكتاتني والدكتور عصام العريان في أن لائحة مجلس الشعب لازم تتغير عشان بتدي صلاحيات مطلقة لرئيس مجلس الشعب، لكن لما بقى رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني الموضوع ده مات، وأي حد كان بيحاول يتكلم فيه كان كلامه يعني لا يؤخذ بمحمل الجد. اللي احنا شايفينه في 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 اداء الرئيس واداء الحزب الحاكم انه لا توجد رؤيه لهم الان احنا نلمسها سواء في الشان الداخلي او في الشان الخارجي، يعني سواء الى الان لما حد يسالنا هي ايه رؤيه الرئيس الاقتصاديه مثلا، انا اتحدى اي حد في مصر يقدر يجاوبني على السؤال ده بما فيه الرئيس نفسه. ايه رؤيه الرئيس الاجتماعيه؟ ايه رؤيه الرئيس لتطوير التعليم؟ ايه رؤيه كل هذه الامور غير موجوده، هي في رؤيه واحده بس الا وهي بسط هيمنه جماعه الاخوان المسلمين على كافه السلطات على كافه المؤسسات والاستفاده بكل ما كان موجود في النظام السابق عشان يوصل لنفس اللي كان موجود عند النظام السابق. وبالتالي احنا لغتين مختلفتين. لما بنيجي نتكلم النهارده والدكتور بيعلق على خطاب الرئيس عن العلاقات الخارجيه، انا النهارده استوقفتني جمله ان الرئيس بيقول انه هيبعت مدرسين لتركيا عشان يساعدوا في تعليم الطلبه السوريين. أكيد التعاطف مع الشعب السوري ولا الشعب الفلسطيني دي حاجة عظيمة جدا، لكن هل يعلم الرئيس أن احنا عندنا حاجة اسمها أمية المدارس الحكومية؟ هل يعلم الرئيس مشكلة أن مدرسينا نفسهم محتاجين إعداد وتأهيل؟ مش عايز أعمم لكن في نسبة كبيرة جدا. فاللي عايز أقوله أنه عشان أنا أقدر أتفاعل مع خطابات الرئيس فيما يخص أنه إزاي الرئيس هيساعد الفلسطينيين أو هيساعد السوريين أو هيعمل إيه للمنطقة العربية أو مشابه، هو كده بينفتح على العالم بيحاول أنه يقوم يقدم دور جديد لمصر ودور ريادي ومصر لو كان ده كله ريادة. عظيم وعلى عيننا ورأسنا من فوق. بس في الآخر إحنا بنتكلم على مصر ما بعد ثورة، واللي أنا أعرفه أن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت الدولة المصرية نفسها إلى الآن في حالة اضطراب ما بعد ثورة، إذا كانت الدولة المصرية إلى الآن ما فيش دستور، إلى الآن عندنا حالة من اللجنة بتكتب الدستور، يبقى يلزمني الأول أن يبقى في إجابة واضحة للداخل عن ما يخص الداخل حتى يستطيع الداخل أن يتفاعل مع كلام الرئيس ويأخذه بموضع الجد. يعني في الآخر النهاردة قبل الرئيس ما يتكلم عن حل مشاكل التعليم للشعب السوري يكلمني أنا كمواطن مصري عن حل مشاكل التعليم في مصر. الطلبة بيوصلوا لمرحلة الإعدادية ما بيعرفوش يقروا ما بيعرفوش يحسبوا، وكان في مشروعات لمحو أمية المدارس. الرئيس بيكلمنا عن رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بمدهم بالكهرباء أو السولار أو مشابه. يبقى لازم الأول أنا كمواطن يخاطبني أنا ويكلمني عن مشاكلي أنا عشان أقدر يعني أحس بمدى مصداقية ما يتم طرحه من كلام. تاني احنا دولة بعد ثورة، الرئيس ما جاش واتنقل له الحكم في ظروف عادية، ده اتنقل له بعد ثورة، والمفروض ان النظام اتهدم عشان يبني نظام ينطبق عليه اهداف ومطالب ثورة 25 يناير. قبل ما الرئيس يكلمنا عن دوره العظيم في حل مشاكل المواطنين في الخارج ومناصرة المظلوم والدور الريادي لمصر خارجيا، لابد ان نلمس الدور الريادي للحكومة المصرية داخليا. طيب معنى كلام اللي احنا سمعناه دلوقتي ان هو في يعني علامات استفهام شكل ممارسة السلطة أو الحدود التي يتحرك فيها والصلاحيات الموجودة لدى رئيس الجمهورية، ولديه الآن السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية في إيده، وفي الوقت نفسه بنشهد قرارات زي مجلس الشورى ما زال يسير في طريق الهيمنة والسيطرة بتعيين هذه المجالس كلها في وقت واحد، وقت قياسي وبشكل في انتقائية لتدعيم سلطة الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين.
هل رأي حضرتك انه هل هذا من حق الجماعة بصفته من حق الحزب بصفته الحزب الحاكم انه يكون له كل هذا العدد الموجود في جميع مفاصل الدولة الهيئات والمؤسسات المفصلية في الدولة؟ يعني خبر الإطاحة ب 1720 قيادة في اكبر حركة تطهير بالمحليات مع حركة المحافظين الجداد، يعني الحقيقة السؤال مركب وعايزة كله بيرتبط بممارسة السلطة. هو في الأول دعيني في الحقيقة أحيي الموقف اللي أخذه الأستاذ نادر بكار. نادر بكار يا سلام والله راجل محترم، لأنه دي فلسفة يجب أن نعظمها في مصر الجديدة. إذا كنا فعلا نزحف على مصر الجديدة. وأنا في الحقيقة أيضا لابد أن أشير كراصد للمسألة، أنا شخصيا بأرصد تطور كبير جدا في أداء السلفيين السياسي، بيتطوروا بصورة تدعو إلى الإعجاب. صحيح. وأنا في تصوري إن هم ممكن بعد الانتخابات الجديدة يكونوا يعني في مربع المعارضة، فسوف ينفتحوا سياسيا، يكسبوا أكثر. أنا شايف في الحقيقة إن أكثر حزب استفاد سياسيا وتجربته يعني بتاخد خطوات أكثر اتساعا هو حزب النور والسلفيين بصفة عامة، وبينفتحوا على المجتمع بصورة كبيرة جدا. والموقف اللي خده نادر بكار ده موقف يجب أن نحييه، أنه الولايات العامة هي مسؤولية في المقام الأول، وفكرة أنه واحد يعتذر بناء على مبدأ معين أنه يرى أن غيره أقدر، دي فكرة هي التي تؤدي إلى التطور الديمقراطي وإلى حفظ كيان الولايات العامة. في الحقيقة في سؤالك أنت لمستي مسألة مهمة جدا، لأنه ممارسة السلطة في مصر في أزمة حقيقية، في أزمة مشروعية، وأيضا في أزمة أزمة مشروعية. المشروعية نتوقف عندها أول. ليه بقى؟ مهم جدا. لأنه في اللحظة التي نعيش فيها ليس لدينا حزب أغلبية. الآن في مصر الذين يسوقون أن لدينا حزب أغلبية هذا كلام غير صحيح. حل. لأنه الانتخابات حل. التي بس الرئيس جاي من الحزب الحاكم، يعني هو الرئيس رمز لهذا الحزب. خلينا لا خليني بس ومن حقه في فرق بين لا أصلي السلطة في مصر طول عمرها في الفترة الأخيرة كانت سلطة شخصية. يعني إيه شخصية؟ يعني الشخص هو الذي يدي السلطة بتعتبر ميزة شخصية له، ولذلك يفعل ما يشاء. إذا كنا بنتكلم على هذا النمط الذي كان يمارسه مبارك في 30 سنة، بحس هي الدولة هي أنا اللي كان لويس الرابع عشر بيقول عليها زمان، إن الدولة متجسدة في شخص الرئيس يفعل ما شاء. ولذلك إذا كنا بعد الثورة نرنو إلى تطبيق هذا النموذج فلن يحدث في مصر تقدم. مشي فلان وجيع اللان، ففي الحقيقة نمط ممارسة السلطة هو نمط شخصي يقوم على فكرة التنفيع الشخصي، زي ما شفنا والفساد اللي موجود ده كله. ما لم تتحول السلطة في مصر إلى فكرة المؤسسة سوف تجدي نفسك بعد 30 سنة عندك كمية فساد أكتر من كمية فساد اللي أنت بتواجهها الآن. هذا مسألة أساسية، ما أن تكون السلطة مؤسسة وإما أن تكون السلطة شخصية. الآن في الحقيقة نحن لسنا لدينا حزب أغلبي، لأن الانتخابات السابقة قد أبطلت والبرلمان السابق قد انتهى، ولم يعد لدينا إلا تجربة حزبية ليس لها في الحقيقة. الإشكالية الكبيرة إن السلطة في مصر في العصر في 30-40 سنة اللي فاتوا دول كانت قائمة على أن مصر المستبدة تحكم برئيس ولا تحكم بهياكل ديمقراطية. كان لديك رئيس يستوي كل السلطات بين يديه، سلطة تشريعية كانت مرتهنة بيمينه، سلطة تنفيذية كانت أيضا في يساره، وهو الذي يفعل كل شيء. الإشكالية الأساسية إن احنا بعد الثورة نظرا للآلية الغير صحيحة اللي احنا بدأنا بها الانتخابات أولا ما زلنا بنمارس نفس المشكلة. إنما اللي زادوا غطى بقى إن أنا عندي حزب يقال عليه حزب الأغلبية ينتفع بالسلطة ولا يدفع ثمنها. يعني على سبيل المثال أنا كنت من الناس اللي قالوا إن حزب الحرية والعدالة إذا اعتبرناه حزب أغلبية يجب أن يشكل الحكومة ويجب أن يكون مسؤولا عنها، لأنه المفروض الحزب الحاكم هو الذي يشكل الحكومة.
ولا تمتد يده إلى السيطرة على السيطرة على إيه؟ على مفاصل الدولة الإدارية الرئاسية. إن مش متصور إن حزب حاكم ويروح يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان على سجيات على رغبته، لأن المفروض المجلس القومي لحقوق الإنسان هو اللي يراقبه. فإذا قلنا إن حزب الحاكم هو اللي يجيب اللي يراقبه يبقى لم نختلف عن أيام مبارك. خلاص بقينا أيام دي مبارك. دي جزئية. الجزئية الأخرى في ناس على فكرة يا فندم واخدين يعني أعضاء في الجمعية التأسيسية وهو نفس الشخص في المجلس الأعلى. إشكالية التأسيسية دي وبعدين هو في نفس الوقت مش عارف إشكالية التأسيسية دي، لا دي إشكالية أخرى. بعدين هو في نفس الوقت إحنا كنا دايما بنقول اللي يخش الجمعية التأسيسية يقعد 5 سنين ما ينالش مناصب. أيوة. لسه الدستور ما خلصش وأعضاء الجمعية التأسيسية بتوزع عليهم المناصب. هذه مسألة خطيرة جدا. صحيح. ليه؟ لأنه الناس بتبطل تعتذر عنك. لا هو عايز مناصب في 5 سنين. مش عايز أنا خالص. الأمر الثاني إنه جت حكومة أنديل. حكومة أنديل دي في الحقيقة أنا شايف إنها مصيبة سودة. حكومة أنديل مصيبة سودة؟ طبعا. ليه؟ لأنه أولا حزب حكومة أنديل بس حزب الأغلبية جابها وهي تتبعه ولكنه غير مسؤول عنها. لما تيجي تتصرف تسأله. لا حزب الأغلبية يقول لك ولا ليه دعوة بيها. ولذلك لما راحت تقترض الحرية والعدالة طلع بيان قال لك احنا ضد القرض. أمال مين اللي بيقترض؟ طيب انت دلوقتي مين اللي بيقترض 10 مليار دولار لمصر؟ هل هو الحكومة اللي جاية 3-4 شهور؟ ولا الحزب اللي بيحكم؟ هذه مسألة. لا الحزب اللي بيحكم لما يجي يشكل الحكومة ويقول أنا بقترض وهنفذ السياسات لمدة 4 سنين يبقى مسؤول عنها. إنما بعد 3-4 شهور يعني أحد أعضاء الحرية والعدالة الكبار قالوا إن دي حكومة قاعدة 4-5-6 شهور حصل؟ بعد الانتخابات ممكن تمشي. هيجي يقول لنا ده احنا ورثنا 10 مليار دولار دين عن حكومة أنديل. عن حكومة أنديل. ايوه بس حكومة أنديل. مش 4 سنين. لا. بقى انا كان بدي هنسدد فيهم 30 سنة. انا كان بدي ان الحزب الفائز في الانتخابات اللي بنعتبره فائز في الانتخابات هو اللي شكل الحكومة. انما ان هو يجيب لي حكومة تغلق او 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 او, أو يعني ايه تدير ملفات بالغة الخطورة وهو من خلف ستار، يعني تدير ملف الاقتراض. يعني الدكتور أشرف العربي اللي هو وزير التخطيط في الأهرام كتب مقال قال إن حقيقة القرض 10 مليار دولار، 4.8 من 10 مليار دولار من الصندوق بمجرد توقيع مصر على دول هيبقى قيمته 10. لا لا في لا 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 في لا لا ده مقاله في الأهرام. في مقرضين آخرين بضمان التوقيع مع الصندوق هيدولنا 5 مليار. يعني حزمة القروض ده مقال للدكتور أشرف العربي في الأهرام. حزمة القروض التي ترنو إليها حكومة السيد قنديل دكتور قنديل 10 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن دي حكومة مؤقتة حسب ما قيل، مع الأخذ في الاعتبار لأن ليس لدي خريطة من أهل الحكم يقولوا له هنعمل إيه بالعشر مليار وهنسددهم إزاي. هل هو ياخد 10 مليار دولار يعمل دعم بنزين ومحروقات ويجيب لي قمح وذرة وكلام من ده علشان آكل 5-6-7-8 شهور أسدد العشر مليار بعد كده، ولا العشر مليار دول هيعمل لي بيهم تنمية في مجالات كذا وكذا وكذا؟ لازم يبقى فيه شفافية. لازم يبقى فيه شفافية لأن أنا في النهاية اللي هدفع هذا الدين. الحكومة هتمشي وأنا اللي هدفع هذا الدين. الأمر الآخر النقطة هنا فندم حضرتك، هل الحكومة قادرة على أنها تاخد قرارات بمثل هذه الخطورة؟ في قرار يا فندم، في قرارات يعني الحكومة دي بالذات. لا مش قادر أنا في ظني أنها لا تستطيع. إنه قرار زي ده يتعلق بمستقبل مصر لـ20 سنة جاية 30 هيأثر علينا. إحنا هنفضل نسدد في الدين ده. القرارات المصرية دي تتعلق بمصير الدولة وليس قرار ما هي الحكومة. الوقت ما عندناش مجلس شعب يقول ونستفتيه، فاللي بيوافق على هذه القرارات زتنا في دقيقنا رئيس الجمهورية والحكومة. أكمل بس الجزئية دي. في ملفين تانيين المفروض الحكومة تبت فيه. أي. الحكومة اللي هي المؤقتة دي. أي. الملف الأولاني التصالح مع رجال الأعمال. أيوة. ولذلك المجموعة الاقتصادية كلها قرارات مصيرية. لا دي مسألة دي لسه هتيجي للشهر الجاي. الأمر الآخر الملف الثالث هو فتحوها هتيجي الشهر الجاي بس سألوها الملف الثالث هو الانفلات الأمن.
من اول يوم الحكومه جت عايزه تعالج الانفلات الامني، وكلنا عايزين نعالج الانفلات الامني، بس انا لازم اعالج الانفلات الامني مش بقانون طوارئ. ولما حصل فيه معارضه لقانون الطوارئ قال لك نطلع قانون بلطجه. في الحقيقه عندنا كميه رسانه قوانين. إذن هذه الحكومه التي لا لون لها سياسي ولا طعم ولا رائحه جايه على اساس تشغل ملفات بلا ثمن سياسي. لا، انا كان بودي ان حزب الحريه والعداله يجي يشكل الحكومه ويفتح هذه الملفات ويجي يبقى مسؤول عنها كحزب، لان حكومه الدكتور قنديل لا يغطيها حزب سياسي، لان في وقت في الوقت في الوقت في الوقت الـ 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 في الوقت لما هتيجي تمسكيها كده حزب الحريه والعداله يقول لك انا ماليش دعوه، دي مش حكومتي، دي مش حكومتي، بس هو اللي معينها. ولذلك الان نفس هو اللي معينها. انا عايز اخرج لك من المربع ده لمربع تاني بقى، بس هو ممكن سيبك بقى من المربع ده بكل اللي فيه، افتح اعمل له حاجه. لا انا عايز اقول لك حضرتك هو اللي معينها، يعني هو اللي ممكن يدفع ثمنها في الانتخابات القادمه. مش هو اللي معينها، مش هو اللي معينها، اللي معينها الرئيس المنتخب. وانت مش دلوقتي بتقول يعني الحزب؟ لا مش الحزب، انت دلوقتي بتقول لك مش الرئيس المنتخب. ازاي مش بقى الحزب؟ طيب ازاي؟ طيب فاصل، كل ما تقولي طيب نقول فاصل. بيقفل على اصبعك دايما، بيقفل على اصبعك دايما. فاصل الفاصل، يلا فاصل. في ايه عمالين نقول لكم فاصل بقى.